أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمه الزهراء سيده فاطمه الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه واله قال سمعت فاطمه انها دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمه، فقلت وعليك السلام. قال اجد في بطني ذوفا، فقلت له يذوق بالله يا بتاو من الذوف. فقال يا فاطمه اتيني كساء اليماني، فقد اتيني فاتيته كساء اليماني، وقد تيته وسرت انظر اليه، واذا وجهه يطلع له كانه البدر في ليلته تمامه وكما اوليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت الا ساعه واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه، فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قره عيني سمرت فؤادي. فقال يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه جدي رسول الله، فقلت نعم ان جدك تحت الكساء. فاقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك جداه، السلام عليك يا رسول الله، اتاذن لي ان ادخل معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب اوزي قد اذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت الا ساعه واذا بولد الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه، فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قره عيني سمرت فؤادي. فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه جدي رسول الله صلى الله عليه واله، فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك جداه، السلام عليك من اختاره الله وتاذن لي ان ادخل معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي يا شافي امتي قد اذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا ابو الحسن يا امير المؤمنين. فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه اخي وابني وعمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، اتاذن لي ان ادخل معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا اخي ويا وصي ويا خليفه صاحب لواء قد اذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم اتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله، اتاذن لي ان ادخل معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا بنتي بزتي قد اذنت لك، فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء المي بدي الى السماء، وقال اللهم انا هؤلاء اهل البيت الخاصه عامتي، لا مهم لا ميدمهم دمي، يولمني يولمهم، يحزنني يحزنهم، من هارب لمن هاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عداهم، ومحب لمن احبهم، انهم مني وانا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك رضوانك عليا وعليهم، واذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكته يا سكاني سماوات، اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مديه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري في محبه الذي خمسه الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الامين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم آل البيت النبوة مادن الرسالة، هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل يا رب أتاذن لي لأرض يكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك التحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي،
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري تاتا لي يا رسول الله. وفقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض جم من شيئة محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا. فقال علي نزم والله فزنا وسعدنا كذلك شيئتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة رب الكعبة. فقال علي فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض جم من شيئتنا محبين وفيهم مغموم إلا غمه ولا طالب حاجة قضى الله حاجته. فقال علي نظام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد أنت المحمود. اللهم بحق علي أنت الأعلى. اللهم بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض. اللهم بحق الحسن أنت المحسن. اللهم بحق الحسين أنت قديم الإحسان. اللهم صل على محمد وآل محمد.